كذلك الرحيل في سي زبير للطابق المفتش للأمن واللي وفشه كثيرا يعني في الميادين الرياضية وأحد يعني الوجوه التي لها انتصار ولها قرب من هذه يعني التظاهرات وكذلك من خلال الإطلاعات وله معرفة بهذا الملف. كذلك نرحب أستاذ نجم رئيس الاتحاد الصحفي الرياضي المغاربة وصحفي مهني ومدير جريدة نهر. كذلك نرحب سي علي الكاتب الوطني سي عبد الرحمن الكاتب الوطني للاتحاد. كما لا ننسى الترحيب سي رئيس قاعدة الإقليمي لمدينة مكناس سي يونس الزور. إذن على بركة الله نطلب الكلمة افتتاحية لاسم الاتحاد السيد الرئيس يوسف الزوري ليلقيها على المسألة الحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. بإسم ونيابة عن كل أعضاء المكتب الإقليمي بمكناس الاتحاد الصحفي الرياضي المغاربة نرحب بكم في هذه الأشغال الندوة الفكرية المتمحورة حول دور الإعلام في محاربة ظاهرة الشر والعنف في الملاعب الرياضية. على اعتبار أن هذه الظاهرة الخطيرة أصبحت تنتشر بشكل كبير في ملاعبنا، بل أصبحت تتخذ أبعاد متعددة وترسل رسائل وإشارات سياسية تتطلب منا حسن قراءتها وفي كشفرتها ورموزها قبل فوات الأوان. وللأسف الشديد نرى أنها أخذت تتزايد في وسطنا الرياضي بخلال السنوات الأخيرة وتحديدا في ملاعب كرة القدم، لأن هذه اللعبة تعتبر اللعبة الشعبية الأولى على مستوى بلادنا ويحضرها جماهير غفيرة من كل طبقات والفئات والثقافات والميول الرياضي في موقع واحد. وكثيرا ما يصاحب حدوث مشاحنات كلامية أو توتر عصبي لأي موقف طارئ قد يؤدي في النهاية إلى حدوث شغب بين أفراد الجمهور أو بينهم وبين القائمين على أعمال التنظيم داخل الملاعب الرياضية سواء كانوا من المدنيين أو من أفراد الشرطة. وينتشر الشغب في الكثير من الأحيان إلى أبعاد من محيط الملاعب فيظهر في الشوارع ووسائل النقل عن طريق استخدام السيارات بشكل غير حذاري وإطلاق الأصوات المزعجة وتعطيل السير، وهو ما ينتج عن الإخلال بالأمن وتدمير الممتلكات. فالذي يحدث فيه بصورة عامة من شغب من العثور عن ثقافة مكتسبة وسلوك مفتعل، ولكن لا يخفى تأثير الواقع الاجتماعي والأحداث التي نعيشها كل يوم على مدى ظهور هذا السلوك الغير المقبول ليس في الرياضة فحسب بل في المجتمع ككل. وعلى الرغم من التطور الهائل في المجالات علم النفس وكلها محاولات هامة وضرورية لإثراء معرفتنا بهذا العلم واتجاهاته العالمية، إلا أنه ما زال هناك قصور واضح في توظيف هذه الإمكانات والدراسة البحثية في المجال الرياضي. والظاهرة الشرفية هي ظاهرة سلوكية واسعة الانتشار تشمل العالم في أسره وتختلف صوره من مجتمع لآخر. وقد شهدت في السنوات الأخيرة ظاهرة العنف والشغب بين أوسط المشاهدين للرياضة في ملاعبنا، والذي ظهر بصورة مختلفة منها التهجم والتعدي والتشابك بالأيدي ورفع شعارات سياسية وترد الأغاني تعبر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والعنوان اللفظي من السب والشتم والصراخ والأصوات العالية في التشجيع والضرب والتعدي بأساليب مختلفة على الجمهور المقابل تعبيرا عن رضا عن الأداء. وكل هذه الصور هي مفاهيم خاطئة وتسخطها الرياضة، فكم من إنسان فقد حياته أو أصيب إصابة بالغة خلال مشاهدته إحدى المباريات الرياضية، بل تعدى الأمر إلى الحد الذي أخرج الرياضة عن مفهومها الصحيح والمتعارف عليه بأنها رسالة المحبة والسلام ومجال التسامح والتعارف بين الأفراد والشعوب، مما أدى إلى بروز ظاهرة تهدد وبقوة المنافسات الرياضية ألا وهي ظاهرة الشغب وعنف الملاعب الرياضية. أيها الحضور الكريم، نتوقع من هذه الندوة الفكرية حول دور وسائل الإعلام في محاربة ظاهرة الشغب والعنف في الملاعب الرياضية والمنظمة تحت شعار الرياضة أداة للبناء والتربية على التسامح، التي تعرف مشاركة هيئة القضاء بالمحكمة الابتدائية بمكناس وولاية الأمن والمكتب كيفية الاتحاد الصحفي الرياضي المغاربة ومديرية الشباب والرياضة وممثلي عن جمعيات والأندية الرياضية وجمعيات الأنصار الفرق الرياضية وكل المهتمين بالقطاع الرياضي. مناقشة هذه الظاهرة الخطيرة ومحاولة اقتراح حلول عملية وتوصيات تفيد في
معادة الشر ومحاربة العنف في ملاعبنا الرياضية. وفي الختام أتمنى التوفيق والنجاح لأشغال لينا الوقت، والسلام. بكل تأكيد أن ظاهرة العنف والشر في الملاعب أصبحت تستدعي بكل الأسر الخيرين لتطويق هذه الظاهرة أو الحد من تداعياتها. ويعد الإعلام أحد أركان أو المساهم الأكبر في ترويج للرياضة وكذلك في الحياة المجتمعية بصفة عامة. لهذه المناسبة نعطي الكلمة للسيد الناجي ليبرز دور وسائل الإعلام في الحد من ظاهرة العنف والشغل الملاعب وكذلك التحسيس، وهل للإعلام كذلك دور في تزكية هذا العنف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أيها السادة، أيها الحضور الكريم، السيد رئيس الأستاذ الزبير رئيس المنطقة ولاية الأنف، الأستاذ علاء نائب وكيل الملك، زملائي الصحفيين، زميلاتي الصحفيات، حتى لا أكون مشاغبا في مداخلتي سوف أضطر أولا أن لا أتحدث عن دور الإعلام، ولكن سأقوم بضرب تاريخي بسيط جدا لمعرفة الأسباب والمسببات للشغب. فبدون مقدمات حول الشغب وتاريخه، انطلاقا من إنجلترا، فما وقع في هيزل في بروكسل يوم 22 مايو 1985 في النهائي أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وجيفونتوس الإيطالي كان كارثة كروية بكل المقاييس، إذ لقي 39 شخصا حتفهم وأصيب أزيد من 660 مشجع بجروح متفاوتة الخطورة، وحتى ألقي بمسؤوليات وتم إلقاء مسؤولية هذه الكارثة على جمهور ليفربول، وتقرر إبعاد الفرق الإنجليزية من المنافسات الأوروبية لمدة 5 سنوات. تقبلت السلطات الكروية والسياسية في لندن القرار بصدر رحب، بل إن الحكومة الإنجليزية قامت بتسليم العديد من المتهمين إلى السلطات البلجيكية لمحاكمتهم في بروكسل، وتدخلت مارغريت تاتشر آنذاك وتعهدت بمحاربة الهوليغانز الذين سببوا في الحادثة والعمل على اجتثاثها من الملاعب، بل أضافت للمنع الأوروبي سنة أخرى، حيث كان فريق ليفربول هو الفائز بالبطولة الإنجليزية وحرمته من المشاركة رغم أحقيته بذلك. لم تأخذ إنجلترا العزة بالإسم، لم يدافعوا عن أنفسهم وعن مواطنيهم، بل لم يقولوا أنه مجرد شرذمة لا تمثلهم، ولم ينظر إليهم البعض كأصوات انتخابية يمكن محاورتها والتزلف إليها عبر التدخل لإطلاق سراحها. على العكس، اعترف الجميع بالكارثة وأقروا بأن هناك مجموعة أعطاء في منظومتهم الكروية، وقرروا أن يحولوا الأزمة إلى فرصة. فهذا الجنون والشغف بالكرة الذي يقتل يمكن أن ينتج ويصبح موردا اقتصاديا وماليا واستثماريا مهما، يدر مداخيل مهمة ويحدث مناصب شغل أهم. وقبل المرور إلى الاستفادة الاقتصادية والمالية، تطلب الأمر تهيئة الأجواء من خلال اتخاذ تدابير إجراءات أمنية جذرية ثم استباقية، أبرزها كان حرمان الكثيرين من ولوج الملاعب ومراجعة مكاتب الأمن قبل الذهاب إليها بالنسبة للآخرين، والتعهد أمام الشرطة بالانضباط واحترام القانون، ثم سن نظام الاشتراكات السنوية بعد التثبت من الهوية. كانت تلك الإجراءات مقدمة للانتقال نحو التعامل مع الجمهور كزبون وليس كمجرد متحمس، ولأن الزبون دائما على حق، أصبح من اللازم مراعاة رغباته والإبداء من الإغراءات لجلبه. هكذا تطورت بنيات الاستقبال.